كما أحيا أهالي قضاء بلد شعائر عاشوراء مستذكرين خلالها مآثر ومواقف الإمام الحسين عليه السلام من خلال نقل الصورة والمشاهد التي ترتبط بهذا الموروث والذي يؤكد تمسكهم بهذه الشعائر الحسينية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الذي أعده الزميل عبد الجبار مهدي. على الرغم من اختلاف الزمان والمكان وتطور الحال وتعدد الوسائل التي جعلت من العالم الكبير قرية صغيرة، ما زال الاعتزاز بالموروث الحسيني القديم نراه من خلال مجسمات ولوحات واكسسوارات مختلفة. نحاول نقل صورة واقعة الطف وما جرى يوم عاشوراء المعظم. فمن خلال الفعاليات التي تحرص المواكب الحسينية على عرضها، تنقل المتلقي مشاهد لها دلالاتها ومعانيها الخاصة بها وبالموقف التي وجدت من أجله. في يوم عاشوراء تجسدت صور ومشاهد مؤثرة في النفس انتقلت إلينا وتطورت على مر الزمان، وهذا التطور التكنولوجي الحالي أضاف لها أشياء، لكن بقيت الأشياء القضايا الفلكلورية والانتقاء والموروث العاشورائي إلى الآن مؤثرا وباقيا. الكثير من المجسمات والصور والشعر والخطابات والمظاهر العاشورائية من ناحية المسيرة ومن ناحية المجسمات والمشاهد المؤثرة في الناس بقيت وتواصلت وتطورت أكثر. المحافظة على هوية الشعيرة ونقلها من خلال هذه المجسمات والصور واللوحات، يرى القائمون على أعدادها أن تطور التقنية والتكنولوجيا لم يؤثر فيها تأثيرا سلبيا، بل كان عاملا إيجابيا ساعد على إيصالها بشكل أفضل. ترون بأم عينكم المواكب الحسينية كيف تحيي الشعائر الحسينية في مدينة بلد مدينة الإمام السيد محمد عليه السلام. هذه المدينة التي طالما توشحت بالسواد ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. يحيى أبناء مدينة بلد في محافظة صلاح الدين كل عام شعائر الإمام الحسين عليه السلام من خلال مجالس العزاء داخل الحسينيات، وأيضا المواكب التي تسير المعزية على جميع الطرق في مدينة بلد. توظيف الأدوات من موروثات فلكلورية وتجسيد لوحات نقلت من 1439 سنة، وفي ذلك تشجيع كما يرى كفلاء المواكب للحفاظ على هذه الموروث. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.